برضو السلام عليكم، اهلا بكم في الجديد. اوكي نبدا اليوم الفلوق بذي السياره كابرس في امريكا. ها اليوم احمد الرويس جاي لي بالكابرس. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله. شو الاخبار؟ شلونك؟ ها عبد الله، ايش تطبخ لنا؟ دياي يا اخوي. عاد انك تطبخ دياي، بس شنو الطبخ اللي لا تصور، انا قاعد اعذب الدياي والله. ادري شنو هي هذا؟ شاورما اخوي. شاورما؟ ايه. بس انطر خلنا نشيل العظم بعدين. شريت زين ذي اللي تجيك شو اسمها ولا ايش يسمونها؟ اقطع اقطع. ايه. ما يجيك فيها كل شيء اخوي. ايه ما تبي العظام هذا ما بيجيك فيها. هو يبي الدجاج كامل ما يبي صدور. ايه. اوكي. احمد تويكس تويكس شو اسمه الثاني وانت الثالث ما ادري. لا عاد كنت شو اسمه تخليني احط انا ماكل يعني ايش تسد نفسي يعني؟ اي خلاص انا اسد نفسي انا. سد نفسي انا؟ لا اله الا الله. مساء الخير. جاهزة؟ هذا شاورما ذي؟ على قولته شاورما. شلون شاورما؟ هذا اختراع عبد الله. شلون شاورما عبد الله كذا؟ وين سكن؟ وين سكن؟ اوكي. وين سكن؟ بتشيل حبة الليمون؟ كبة؟ لا تطلع. ها؟ شعري؟ يا عملي شعري. تمام يا صاحبي. كلمات عبد العزيز محمد الغامدي، اداء عبد العزيز. اتمنى ان تنال اعجابكم، رايكم يهمني فلا تحرموني. بعدين تشغل وشوف ايش يطلع. ابو فهد يا ليت. ها صدتها يا حبيبي في الملعقة. قط الشوكة كلها تو مطلعها، بس قطها طلعها. ما شاء الله عليه بطران. للبيع كم سيم؟ سيم ولا حبل؟ عجبتك؟ وين بنروح؟ بنبيع سيارة عبد الله. بنروح نصورها؟ صورها بس تحطها في كريج ليست؟ بنعرضها على خليجنا واحد. سوينا الفرحة هناك السعودي سكرناها في بيوت. ليش؟ ما كان في نشاطات يعني، الشباب كلهم ما كانوا متحمسين. في الفيسبوك؟ لا في واتساب. النادي السعودي كله سكرناه في بيوت. خلاص ما في حين اداره. ما في السعودي، لكن في صفحه الواتساب، الجروب الواتساب حقنا حق بيوت. ايه؟ كان سعوديين بس. كان سعوديين بس، فدخلنا الكويتيين معنا، دخلنا مع العرب اللي موجودين في الجزيره. عشان يعني تعمل فايده بين الشباب كلهم اللي يحتاج يبيع ارباب او شيء، بدل ما يصير بس على 30 40 سعودي. وصلنا هنا جزء 98. اوكي كويس. مع انه في سعوديين يعني كثير، وفي كويتيين كثير ما ضافوا اساميهم، ما ضافوا ارقامهم يعني. بس قلنا خلي الفائده تعم للكل. طبعا احمد مدير النادي السعودي كان سابقا. ايوه. الحين ما في خلاص. خلينا نسكر بعد اسف. لا والله ما نظفتوها. إيه؟ اول مره اشوف سياره عبد الله كذا. لا رجل اظن 70000. القط هنا في كرت. ايه شنو الوردي؟ الكرت الوردي ده يمكن له سنتين هنا موجود. لا من زمان. لا سالفته يغير. ايش سالفته؟ مواعيد حقتها حتى اسمه على طول كل اشوفها هنا. لا يغيرها، يحطها بعدين يروح الموعد الثاني، يرمي القديم ويحط الثاني عشان لا ينزع. اوه كيو 8. اوكي عرفنا كيو 8 كويت يعني. الواي شنو هي؟ كويتي. اوكي تحترق فوق. هذا في واحد يم
جام يحطون جام. ايه عندك خالد الزبالة لا مو بطن جام ودجاج وزنه. يعني لو نحط المفروقين مفرقين تاكل دوب تاكل صح عادي. بس انه ما تاكل بطن لا. لسان هذا يتحمل ملح وزبالة. سمدي وطنية سمدي وطنية سمدي وطنية. وين بتحط التلج؟ ما ادري خليفه خليفه قال يا اخوة. طيب انتم كسرت عليه. يا جماعه شلون الحين ده؟ شلون؟ بطلت سمنين؟ مرحبا تاو وحين؟ اسحب يا شباب هنا في فراغ تعال اقف دحين شنو انا؟ انا ثوم كتشب كتشب يبي له كتشب خلاص المشكله طلعت من الثلاجه اجل هذا هو عبد الله دخلها شكو ما عليه يا احمد ترى مكنسين عادي 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 انت ايش دراك ان المطعم ما يحطها ايش بغيت خالد حط لي شوف حط لي نقطه وانا اكمل الواجب برضه يلا هذا اول اكتيفيتي نسوي اليوم اول اكتيفيتي نسوي في الاجازه ذي كلها رايحين الشباب نسبح ها الله يستر والله الله يستر ما يضر من العدو لا برد والله نروح نسبح وصلنا في سبرين هذا هو طبعا ما راح نصور داخل ليش لا يلا خلص ترويش تمام طالعين من هوت سبرينج بس اخذت اغراضي من الشباب لانه بركب مع احمد الرئيس متنقل احنا ما جبنا السياره لازم هنا هنا شلون كان ترويشه؟ اي الصابون حق كان صابون جسم زين صابون يد الصومينج داخل اه اي انا عجبني التطور الجديد اللي حطوه التقسيم اللي داخل الاخير اللي برا التقسيم اللي برا اي كان واحد بس هو هو كان واحد قبل أيوه. سنتين انا جيت اخر مره كان واحد بس جيته في ثلج ما قدرت اطلع والله ما طلعت الشباب طلعوا وانا قلت لهم والله ما اطلع لا بالعكس اذا كان في ثلج لما ينزل الثلج يكون دافي لما يوقف هنا تصير مشكله بعد السباحه بعد السباحه الشباب جايين جايين اول شيكاغو هذا هو اول شيكاغو السلام عليكم شلون كذا؟ خل عنك كذا انت وين ندخل خلصتنا هنا 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 خلاص خلاص اي توك زين عاد يا جماعه ايش فيكم؟ ريتني انا اللي قعدني شوف شوف انت اللي دافع خليفه خليفه انت اللي دافع ابي ازيد التب عليه اعطيهم احد 112 والله خلاص انتهينا بعد السباحه والاكل نوم الحين الساعه عندنا 1:30 ففي نهايه الفلوق لا تنسون الاشتراك في القناة ونشر المقطع وعمل لايك للمقطع والسلام عليكم.